بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. لقد أحسنت لما تأخرت في أخذ الكلمة. بكل صدق يمكن أن أقول لكم أن كل ما كان يعني يروج في ذهني من إشكاليات تعرض له مختلف المتدخلين، وربما يعني مستوى يعني أقوى وأحسن وعلى الأقل أكثر اطلاعا ومباشرة مما كان من الممكن أن أتعرض له لكنت أنا أول المتدخل. إذن لكل هذا لكي أقول أن التشخيص واضح، الجميع اليوم يشعر أن هنالك يعني اختلال في منظومة الوظيفة العمومية باعتبارها أول وقت من الشيء وضعت لخدمة المواطنين، وضعت لتنظيم حياتهم، وضعت لتيسير مآربهم. فيعني إلى أي درجة يعني هي تقوم بهذه الأدوار يعني بشكل جيد؟ التجربة والسنوات الطويلة سواء باعتبار أننا قد أخذنا نظامنا الإداري عن فرنسا أو باعتبار مساهماتنا نحن في تطويره إيجابيا أو سلبيا، يعني هذه دابا من 56 اليوم، هل يعني الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي أو تسير في الاتجاه السلبي؟ بطبيعة الحال لا أحد يستطيع اليوم أن يقول أن يطالب بإلغاء الوظيفة العمومية، وإن كان تدخل السطحات قد فتح هذا الأفق لما أعطانا المدرج الإيطالي، ولكن لا أحد كذلك يقول بأنه يمكن أن تبقى يعني كما هي. لابد أن نرجع إليها وأن نراجعها، واسمحوا لي أن نعمل غير بعض الأمور التي تعتبرها إضافية، وإن كنت سوف أؤكد على بعض المفاهيم التي تقدم بها الإخوان المتدخلون مشكورين. أولا الولوج إلى الوظيفة العمومية. الولوج إلى الوظيفة العمومية الآن يمكن أن يعتبر حالة نفسية وفلسفية في المغرب، في وطننا الحبيب، باعتبار أن الوظيفة العمومية في النهاية ترسخ في ذهن المواطن العادي والخريج من الجامعة أنها أول مطلب لكل شيء حق دستوري. فالناس يطالبون بالولوج إلى الوظيفة العمومية، اللي مبغاش تيجي، ولكن اللي بغى يمشي للقطاع الخاص تيجي، ولكن يكاد يكون هناك إجماع على أنه متى يحاول التجربة ديالو في القطاع الخاص إلا بعض الأشخاص اللي عندهم ظروف كتسمح لهم يقتنعوا بأن القطاع الخاص أحسن أو الذين اضطروا إلى ذلك. أما الأصل فإن الدراسات تؤدي إلى الشهادات تؤدي إلى الوظيفة العمومية، وأصبح هذه قناعة، مع العلم أن الدستور الذي ينص على حق الشغل هو ينص في تقديري على الحق في أن يشتغل كل واحد، وأن لا يمنع أحد، أن لا يمنع زوجته، وأن لا يمنع الأب ابنه، وأن لا يمنع الدولة المواطن. أما الحق في أن ندخل إلى الوظيفة العمومية أو نلجأ الوظيفة العمومية باعتبارها حقا مكتسبا، فهذا يعتبر اختلال خطير جدا يوصل إلى الإجرام. أليس حين يقتل الإنسان نفسه ويحرقها بالنار لكي يتمكن من الوظيفة العمومية يعتبر هذا يعني إجراما؟ هذا من أشد الإجرام، لأنه ترسخ في ذهن المواطن وفي ذهن الخريج أنه إذا دخل إلى الوظيفة العمومية فقد ضمن حياته وربما حتى حياة الدولة وحاول يستدعي الحقوق، لأنه عنده ضمان أنه حتى واحد ما عنده يقدر يخرج من الوظيفة العمومية فهو هناك، إن أحسن وإن أساء سوف يلقى، والتدخين سوف يكون بين 18% و20% مضمون مهما كان يعني تدخلته، وترخيته مضمونة كذلك سوف يحسن في عملية أمر المحسين، وحين سوف ينتهي به المطاف إلى التقاعد فإنه سوف يكون مضمون له كذلك تقاعده ومن هذه دواء حقوقي. هذا إشكال فلسفي، وقد كنت يعني أنوي أن أقول لكم أنه لا فائدة من هذه المناظرة إذا لم تحرروا تفكيركم، وإذا لم تسيروا في اتجاه التفكير بكل حرية. دعونا نحن على مستوى الحكومة،
الحكومة أو على مستوى الإدارة في نظام الظروف والمعركة، ولكن اليوم أنتم مضطرون أن تفكروا حقيقة في تجاوز هذه الإشكالية. هذه هي النقطة الأولى. كأنه تقرر في ذهن المواطنين فارق في الجنة وفارق في السعير. إذا دخلت إلى المنظمة العمومية فأنت في الجنة، وإذا دخلت وإذا فأنت في السعير ويبدأ بالسعير من الآن. وهذا إشكال فلسفي كبير للعالم، لا يقول لكم أن هذا غير صحيح، وأن المنظمة العمومية ليست هي الضمان الحقيقية، وأن المنظمة العمومية بدون شك ليست أفضل من القطاع الخاص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الإزار ولا تعلموا أبناءكم التزار ولا تعلموا الإزار. وقال 19 رزق في التزار. وهذا يعني لأنه الإدارة في النهاية لا تنتج شيئا، الإدارة تقوم على تنظيم الإنتاج، وإلا الذي ينتج هو الذي يشتغل بالحق والذي يشتغل. وهذه روح نحن أشد الحاجة يعني إليها. المسألة الثانية وهي الأجور التي نتحدث عنها. الأجور كذلك هي واحدة من هذه الأشكال والأسباب. قد اعتبر سيد وزير الاقتصاد والمالية أن هذا مكتسب، وهذا صحيح ومكتسب للموظفين، ولكن كدولة إذا فكر كل واحد في الدولة كدولة وراء ماذا تمثل الأجور، كتمثل 100 مليار درهم الآن من 210 مليار درهم اللي هي مجمل مداخل الدولة. إذا قلت السيد وزير الاقتصاد والمالية صح لي أنا قابل ما كاينش. يعني 100 مليار درهم من 210 مليار درهم اليوم ما كاينش نعيشوا حنا. اليوم أصبحنا نعيش في عالم، وهذا العالم عنده مقاييس، وحين ينظر إلى النسبة التي يأخذها الموظفون من مجموع مداخل الدولة، وحين تتجاوز من 86% ينظرون إلينا بطريقة سلبية. اليوم حنا 13% إلى ما خدش نخطأ، وهذا في نهاية الشهر أو الآخر يعتبر اختلالا بطبيعة الحال. إدارة ذلك الغريب لماذا وقع هذا، فلقى المتدخل الفرنسي ليكو، يعني ليكو كيبداو يقولوا في اللغة رجال السلطة خصهم يكون عندهم إمكانيات كبيرة باش يعيشوا مزيان، وهذا صحيح في الإسلام صحيح. من عامل لا عملا فليولي له وجه فليتخذ البيت، ومن يترك له زوجه فليتخذ زوجه، ومن يترك له دابه فليتخذ دابه، يعني وسيله للنقل الى اخره. كل شيء لا بد ان يضمن للموظف شروط العيش الكريم، ولكن لا بد ان يكون هنالك توازن بين امكانيات الدوله، وتكون يكون هنالك توازن بين ما تؤديه هذه الدوله لموظفيها والذين يقومون على الشأن العام فيها. ثم ينتقل، نعم قلنا هذا من نسبته لرجال السلطات، يتبان سفرا معروف عن القضاة حتى هما والمتصرفون. واعتقد في نقلنا باك بلوس 5، واعتقد في باك بلوس 5 سي فول اخر كتقول لي باش تقنع المنطق ولا تقنع المطالب الاجتماعية اللي عندك تتورط الدولة في مصاريف واشكاليات لن سوف تغرق الدولة اذا استمرت في نفس المنطقة هي اليوم مضطررة. يعني والآن إذا نظرنا إلى كل هذا ونظرنا إلى يعني هذه المفترض أن هذه الوظيفة العمومية تكلفنا ما تكلفنا، ونظرنا إلى ما هو مطلوب منها أن تقدمه كخدمة المواطن، أولا نشتكي من نشتكي من التعقيد، والتعقيد يعني هو سبقني المتدخل الفرنسي ولكن كلهم اللي في الكريتيك. أنا كنت غادي نطلب باش يكون عندنا واحد المؤسسة ماشي داخل في وزارة الوظيفة العمومية، ولكن هي مطلوب من هذا الدور ديال الأساسي، ولكن هي الوباء هي إبري اللي كتشوف شنو كيوقع في الإدارة. وقرانا الآن عندنا واحد المجهودات كبيرة، وكنعتقد أن الإخوان غادي يكونوا طلعوا الرأي العام على واحد العدد ديال الإجراءات اللي تعملت اللي كانت كتخلق واحد العامات ما كيسوش. كل شيء كيتذكر أنه باش الإنسان يدوز البرمي كيخصو شي يدوز يعني على عينيه، وباش يدوز على عينيه كاين غير واحد الطبيب ديال الدولة اللي كيجي، والناس كيجيو مع بعض هي اللي كياخذوا السبيل باش في الاخر. ملي جا الوزير الحالي فكر باللي الاطباء ديال العين كلهم يكونوا مسؤولين، وعطى هذه الامكانيه هذه الاطباء ديال العينين العاديين، وما بقى حتى شي واحد هذا لانه القضيه ديال التيسير على المواطنين. هذه من المهام لله سبحانه وتعالى والسياسيين عسر يضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. مع المده تصبح الاداره فيها اغلال، تصبح الاداره فيها يعني اثقال، تصبح الاداره فيجب ان يخلص المواطنين من ولكن هذا يحتاج الى ان يكون
المواطن الذي يشتغل في الإدارة نيته خدمة المواطن العام، خصو يكون هذه هي الروح ديالو. وأنا كنقول للإخوة الموظفين إنما الأعمال بالنية، ترجعوا لتحليل هذه المنطقة، لأنه واش وقع عندنا في الإدارة وهو أن الموظف كيقول كيف يمكن أن أقضي اليوم دون أن تكون عندي مؤاخذة. وقت مرة اليوم في السلام، لا، اليوم الذي يمر في السلام هو الذي تقدم فيه أكبر الخدمات إلى إدارتك. ولهذا إذا ذهبت إلى الإدارة ولم يكن يعرفك أحد فلقى الله بعونك، ولكن لا شيء يعرف غير شيء واحد. شو ما كان المستوى ديال التوظيف ديالو يكون حدا يكون أعلى، فإن الأمور تجري بالنسبة إليك كما يجري الماء والقرار. هكذا يجب أن يكون الحال بالنسبة لكافة الموظفين، يجب أن يكونوا على الأقل حتى إذا كانت الكلفة ديال الإدارة، إذا كان أعتقد إذا تعتبر الإدارة اقتصاد في نهض وتشرف الأعمال من اللي كيجي يكون داخلي ولا خارجي باش ياخذ واحد الورقة ويبقى كيدور من الإدارة الإدارة كل ورقة كتاخذ من يومين وثلاث أيام إلى آخره، فهذا ساعتها على الأقل غادي تكون المردودية ديال الاستثمار الداخلي والخارجي غادي تشجع، ولما غادي تشجع الانسان غادي تكون الامكانيات اكثر، وغادي نقدروا يعني نأديو التلاميذ هذه الاداره هذه، غادي نقدروا كذلك ربما نزيدوا للموظفين مثلا الموظفين يحبون هذه الكلمه ديال الزياده. في النهاية كل ما يتعلق بالحركيه وكل ما يتعلق، انا تكلمت مع السيد الامين العام والحقيقة نقول لكم من اللي وصلت للمسؤولية وقلت لي بزاف ديال الناس فاهمين بالضبط في الواقع، عارفين الإشكاليات بالضبط، ولكن دائما هنالك يعني شعور بأن هنالك مقاومات وهنالك مشاكل وهنالك أخطار وهو هنالك تخوفات، ولكن الأمور واضحة. أعتقد أنه اليوم يعني نحن أمام فرصة تسمح لنا أن ننجز الإصلاحات الضرورية التي في مختلف المجالات باش نعرف الإدارة العمومية، ولكن بالخصوص في الإدارة العمومية لم نعد نعيش وحدنا، هنالك دول اسمها سنغافور، هنالك دول اسمها يعني أسماءها معروفة على الدبلوم، أصبحت ناهضة تراجع إدارتها الاستمرار، تنظر كم يقضي المرتفقة لكي يأخذ رخصة لكي يأخذ الإذن لكي يأخذ لكي يؤسس الشركة لكي يأخذ وثيقة إدارية. خدمة المواطن بطبيعة الحال ليست بالجنان، باش الامتياز كنعطيوه له ما خصناش نتخلصوا من الدولة ومنه، ماشي معقول، خصنا نمشيو في الاتجاه ديال كل حاجة تكون في المكان ديالها، واللي يبغى يبقى في الإدارة العمومية فهذا جيد، ولكن صدقوني ليس بدون الشكل والأجود، فإن كذلك في أرض الله الواسعة ويعني متساهل ورزق وفير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.